السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليوم أول جمعة لعام 2019، فأريد أولا أن أهنئ بالعام الجديد أبناء الجماعة في العالم كله، وأدعو الله تعالى أن يجعل هذا العام مباركا لنا وأن يأتي بنجاحات كثيرة. ولكن لا بد من التذكر أن التهنئة المعتادة لا تجدي نفعا ولا تجلب رضا الله تعالى، والتهنئة الحقيقية بالعام الجديد هي أن نقطع عهدا أننا في هذا العام الذي أدخله الله تعالى علينا سنسعى لإزالة تقصيراتنا ومحو ظلماتنا. وسنزيل التقصيرات والأخطاء التي صدرت منا في العام الماضي، وسنسعى أكثر من ذي قبل لنحدث تغييرا طيبا في أنفسنا. الذي من أجله بايعنا المسيح الموعود عليه السلام، قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة وهو يبين كيف ينبغي أن يكون الأحمدي، قال حضرته: يجب ولا يكتفي المرء بعد البيعة بالاعتقاد أن هذه الجماعة صادقة وأنه سينال البركة بمجرد هذا الاعتقاد، فما دمتم قد انضممتم إلى هذه الجماعة فاسعوا لتكونوا صالحين وأتقياء واجتنبوا السيئة، انصرفوا إلى التضرع ليل نهار، لينوا ألسنتكم، داوموا على الاستغفار، وادعوا في الصلوات. لن تتأتى الأداية في الصلوات ما لم تؤدوا حق الصلوات ولم تصلوها بإحسان. قال عليه السلام: الإيمان وحده لا ينفع الإنسان، إن الله تعالى لا يرضى بالكلام فقط. لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم العمل الصالح أيضا مع الإيمان،
والمراد من العمل الصالح ما ليس فيه شائبة من الفساد، فهذا هو المعيار، وهذه هي خطة العمل التي لو عملنا بها وبذلنا كل قوانا وكفاءتنا للحصول على هذه الأمور لكان العام الجديد مباركا لنا وسيجلب لنا بركات كثيرة. وإن لم نقم بذلك فتبادل التهاني للعام الجديد إنما عادة وتقليد. إن أداء صلاة التهجد والفجر بالجماعة في الليلة الأولى لا تحوي حسنات العام الكامل، بل الحسنة الحقيقية أن نستمر بها على مدى العام كله قدر المستطاع. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يدخل هذا العام الجديد علينا بالبركات الكثيرة وأن نرى فيه ازدهارا غير عادي للجماعة. وبعد هذا أتناول الموضوع الثاني لليوم، وكما يعلم الجميع أن العام الجديد للوقف الجديد يبدأ من كانون الثاني، وأعلنه عموما في خطبة الجمعة الأولى أو الثانية من كانون الثاني. التضحية المالية مزية خاصة لجماعة المسيح الموعود عليه السلام بفضل الله تعالى، وكيف لا يكون كذلك؟ فإن المسيح الموعود عليه السلام في هذا الزمن قد أنشأ فينا إدراكا خاصا للتضحية المالية في ضوء تعاليم القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قد وجه للإنفاق في سبيله في عدة مواضع من القرآن الكريم، ليس لأن الله تعالى يحتاج إلى المال، بل لأن ذلك يفيدنا ونرى رقي الجماعة عموما وتستفيد به الجماعة كلها. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال في الآية التالية: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالذي ينفق في سبيل الله تعالى يعطيه الله تعالى ضعفا، وهذه التضحية المادية تفيد الفرد أيضا وتتسبب في رقي الجماعة أيضا ومن ثم رقي الأفراد في نهاية المطاف.
كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أي إنفاق المرء شيئا بسيطا كهذا في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضاته تعالى قد يحميه من النار. فهذه التضحيات المالية لفائدتنا وخير لنا. قال المسيح الموعود عليه السلام في أهمية التضحية المالية: لا يمكنكم أن تحبوا المال وتحبوا الله أيضا، بل تستطيعون أن تحبوا أحدهما فقط. فسعيد من يحب الله. وإذا أحب أحدكم الله تعالى وبذل المال في سبيله، فإنني متأكد أنه سيبارك في ماله أكثر من غيره، لأن المال لا يأتي تلقائيا بل يأتي بمشيئة الله. فالذي يتخلى عن جزء من ماله لوجه الله تعالى سيناله حتما. ولكن الذي يحب المال ولا يقوم بالخدمة في سبيل الله كما يجب فسوف يخسر هذا المال لا محالة. ولا تظنوا أنكم تحسنون إلى الله وإلى من أرسله الله بإنفاق قدر من مالكم أو القيام بأية خدمة أخرى، بل إنه لمنة الله عليكم أنه يدعوكم لهذه الخدمة. قال عليه السلام: تأكدوا أن هذا الأمر من السماء وأن إسداءكم الخدمة في صالحكم أنتم. لقد فهم مبايع المسيح الموعود عليه السلام روح التضحية والخدمة بفضل الله تعالى، وفهموها بشكل جيد وتسابقوا في التضحيات. ولا يفهم حقيقة التضحية المالية وروحها الأحمديون الذين قبلوا الأحمدية منذ مدة طويلة فقط، بل يفهمها المبايعون الجدد أيضا، ومنهم من يعيش حياة الفقر المدقع، ولكنهم لا يريدون أن يتخلفوا في التضحية المالية ويضحون كما ضحى صحابة المسيح الموعود عليه السلام في زمنه. وقدم بعضهم نماذج بحيث قال المسيح الموعود عليه السلام عنهم: قال عليه السلام: أنا مندهش من الحب والإخلاص اللذين تبديهما جماعتنا. وحتى أشخاص من ذوي الدخل الزهيد مثل ميا جمال الدين وخير الدين وإمام الدين الذين هم من كشمير ويعيشون قرب قريتنا، إن هؤلاء الإخوة الثلاثة الذين هم عمال ذو دخل محدود وربما يكسبون فقط 12 أو 16 مليما في اليوم، ومع ذلك يشاركون في التبرعات الشهرية أيضا بحماس كبير. إنها تضحيات هؤلاء الصلحاء التي جعلت أولادهم وأجيالهم يعيشون في اليسر. وكما قلت فإن روح التضحية نفسها نراها اليوم أيضا في بعض الأماكن، بل في كثير من الأماكن، وحتى في الذين هم فقراء ويعيشون في مناطق نائية، والذين ولدوا ويتنقوا الأحمدية بعد 100 سنة من زمن المسيح الموعود عليه السلام ولم يلتقوا بالخليفة مباشرة، ولكن حبهم للدين وطاعتهم للخليفة والوفاء بعهدهم مع المسيح الموعود عليه السلام وحماسهم للتضحية في سبيل الدين
قد ازداد فيهم إلى درجة مدهشة. ولو رأينا هذا الأمر فقط لوجدنا أنه دليل على صدق المسيح الموعود عليه السلام، ولا يمكن لأحد أن يخلق هذه الروح والحماس في القلوب إلا الله. أقدم بعض الأحداث عن تضحية بعض الناس المالية، وعن معاملة الله تعالى إياهم، قال السيد رامبونغ من غانا قبل 5 سنوات كان علي دفع 5000 جنيه استرليني رسوم دراسة، وكنت آنذاك أعمل، ولكن دخلي لم يكن كافيا، بل لو كنت جمعت راتبي خلال سنة كاملة لما كفى، ولكنني اقترضت 3000 جنيه من البنك، وكان 40% من راتبي يذهب في تسديد الدين كل شهر، ولكنني كنت أسدد التبرع عن الراتب الكامل ولا أبالي بما يحسم في تسديد الدين. قال: ذات يوم ذهبت إلى دار التبشير للجماعة في كوماسي، وكوماسي مدينة في غانا، فذكرني الداعية المكلف بالجولات بوعدي لصندوق الوقف الجديد. ففي ذلك الوقت فحصت جيبي فوجدت ما كان يكفي لما وعدت، ولكنني فكرت أنني إذا دفعت هذا المبلغ في التبرع فلن يبقى عندي من النقود نفقات الوصول إلى العمل في الأيام المتبقية، ولكنني دفعت المبلغ في التبرع. وبينما كنت عائدا من دار التبشير إلى البيت تلقيت رسالة على جوالي مفادها أن مبلغا حول إلى حسابي في البنك، وكان هذا المبلغ 5 أضعاف ما دفعته في التبرع. كما قال المسيح الموعود عليه السلام: إن الله يعيد المال أضعافا. قال: فكرت لعل البنك حول هذا المبلغ إلى حسابي خطأ وسيستردونه فيما بعد، لأن الراتب كان قد جاء في حسابي سلفا. ولكن في اليوم التالي حين ذهبت إلى مكان العمل علمت أن الحكومة عطت هذا المبلغ من متأخرات الأشهر الماضية، فشكرت الله تعالى على أنه وفقني للتبرع رغم المخاوف. ومنذ ذلك اليوم بدأت أهتم جدا بوعودي ودفع التبرع. ثم هناك شخص من بلد نائ من أفريقيا كتب الداعية في بوركينا فاسو، وهي دولة أفريقية ناطقة بالفرنسية. كتب: كان مبايع جديد من مدينة بوبوجلاسو السيد خادم زودي قلقا جدا منذ فترة بسبب مرض ذهني، وكان يتناول حبوبا منومة. كان مريضا بالاكتئاب وكان قد ازداد مرضه سوءا. ذات يوم جاء إلى دار التبشير وقال وسأل: ماذا يدفع من التبرع في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد لأني أريد تسديده؟ فقال له الداعية: يمكنك أن تدفع ما تستطيع. فقال: كم يحسب تبرعا معياريا؟ فأجابه الداعية عن ذلك فدفع ذلك المبلغ وعاد فرحا. ثم جاء بعد أيام إلى دار التبشير وقال: كنت مريضا وببركة التبرع تحسنت حالتي، وقد تركت تناول الحبوب المنومة أيضا وأشعر براحة القلب. كان قد بايع وبعده رغب في الله تعالى وتبرع وتوجه إلى الله وتوجه إلى عبادة الله تعالى، فغمره الله تعالى بفضله مع أن حالته السابقة كانت من السوء إلى درجة أنه كان يميل إلى الانتحار. يقول أحد الإخوة من بريطانيا: إنني ذكرت عن طريق الاتصال الهاتفي قبل فترة وجيزة بتبرع الوقف الجديد، وأخبرت أيضا أني كنت قد دفعت مبلغ كذا في العام الماضي، فوعدت أني سأدفع أكثر قليلا من العام الماضي، ولكن لم أملك حين ذاك أي نقود قط. فبدأت أدعو الله تعالى أن يدبر لي من عنده،
وبعد أسبوعين وصلتني رسالة من قسم الضرائب، جاء فيها إنك دفعت الضرائب أثناء العام أكثر من المفروض، لذا نعيد إليك هذا المبلغ. يقول الراوي: إنني عامل محاسبا وعالم جيدا مقدار الضريبة الواجبة علي أداؤها، ولكن الله تعالى دبر لي هذا المبلغ بصورة معجزة، مع أنني كنت دفعت بقدر ما يجب علي أداؤه بالتحديد. ثم اتصل بي رئيس الجماعة بعد بضعة أشهر ليذكرني بتبرع الوقف الجديد، وأخبرني بما كنت دفعته في العام الماضي، فأمليت عليه تبرعا أكثر قليلا من العام الماضي، وهذه المرة أيضا لم أملك أي نقود. فقلت في نفسي أن الله تعالى أعاد إلي في المرة الماضية مبلغا فائضا من الضريبة، أما هذه المرة فلا أمل في مجيء النقود من أي جهة. فانصرفت إلى الدعاء مرة أخرى. ثم حدث بعد أسبوع تقريبا أنني وجدت في أثناء فحص بعض الأوراق رسالة مصحوبة بعرض معين، فاتصلت بشركة معينة فأرسلوا إلي بحسب هذا العرض بطاقة مسبقة الدفع، وكان في حساب البطاقة مبلغ أكثر مما كان علي دفعه. وهكذا دبر الله تعالى لي دفع التبرع في صندوق الوقف الجديد. والأحداث من هذا القبيل ليست مقتصرة على بلاد أفريقية فقط، بل يري الله تعالى هذه المشاهد هنا أيضا، بل في كل مكان حيثما يتبرع الناس بحسن النية. يقول سيد بشارة علي داعيتنا في بوركينا فاسو: في العام الماضي ذكرنا لأحد المبايعين الجدد السيد كوني أدم من منطقة برومور أن يتبرع في صندوق الوقف الجديد، فدفع في هذا الصندوق كل ما كان يدفع سنويا إلى الشيخ في القرية، علما أنه كان مسلما سلفا وكان يدفع بعض المبلغ إلى الشيخ في قريته. وعندما علم والده بذلك سخط عليه كثيرا وأعطاه قطعة أرض وفصله. فزرع السيد كوني آدم هذه القطعة من الأرض وجاء المحصول جيدا جدا بفضل الله تعالى. أما في بعض الأماكن الأخرى فقد فسدت المزروعات بسبب كثرة الأمطار. ساعد السيد آدم والده في زراعة الأرض مرة ثانية وأعطاه نصيبا من المحصول الحاصل من أرضه شخصية، فقال له والده: كما قلت من قبل أن السيد آدم كان مسلما سلفا ثم انضم إلى الجماعة الأحمدية، لا شك أن الله تعالى أكرمك بمحصول جيد بسبب دفعك التبرع لجماعتك. أي قد اعترف والد السيد آدم بأن الجماعة التي تنتمي إليها صادقة، ولكنه مضطر إلى البقاء على حاله لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن منصب الشيخ. أقول إن بعض الناس مقيدون في سلاسل التقاليد القديمة، خير أن السيد آدم وعد هذا العام بدفع ضعف المبلغ مقارنة بالعام الماضي. في منطقة كيانغ في غامبيا حاول معارض الجماعة أن يردوا أحد أفراد الجماعة عن الأحمدية، ودعوا أنهم نجحوا في رد جميع الأحمديين عن الأحمدية. فأخبر السيد جالو أحد الأحمديين داعية الجماعة أن مساعي المعارضين بهذا الشأن تعمل عمل السماد، إذ لم أكن أحمديا نشيطا من قبل، أما الآن فلا أدفع التبرع في صندوق الوقف الجديد وتحريك الجديد فقط، بل انضممت إلى نظام الوصية المبارك أيضا. أقول: لقد أراد المعارضون القضاء على الجماعة، ولكن معارضتهم زادت الأحمديين إيمانا أضعافا مضاعفة. يقول السيد أكوبي من غينيا كوناكري: أسمعنا داعية الجماعة خطبتكم التي ألقيتموها في العام الماضي حول صندوق الوقف الجديد، وذكرتم فيها بعض الأحداث للتضحيات بهذا الشأن. أثرت الخطبة في قلبي تأثيرا عميقا. في اليوم التالي كنت مسافرا إلى سيراليون من أجل التجارة، وكانت عندي 300 دولار فقط للسفر، وكنت بحاجة ماسة إلى نقود أخرى، ومع ذلك وضعت 100 دولار في ظرف منفصل ليتبرع بها في صندوق الوقف الجديد. ثم انشغلت في أمور أخرى ونسيت إرسال الظرف. لم تمضي على ذلك إلا ساعتان فقط، وإذ بشخص دخل مكتبي وعطاني ظرفا وقال: قد أرسله إليك صديقك الفلاني.
فتحت ظرف وإذ به $300 وكتب صديقي في رسالته لأنك مسافر فأرسل هذا المبلغ لنفقات سفرك. فتذكرت فورا أنني لم أرسل مبلغ التبرع بعد، ولكن الله تعالى أعاده إلي أضعافا مضاعفة، فملئ قلبي حمدا لله تعالى على أنه وفقنا للانضمام إلى جماعة المسيح الموعود عليه السلام. أقول هكذا يزيد الله تعالى الناس إيمانا باستمرار، إذ يدركون أن الأموال تأتيهم من الله تعالى. يقول داعية الجماعة في منطقة بويكو في بنين، يقول السيد حونغان جيسك رئيس أحد فروع الجماعة أنه كان عليه مبلغ كبير من الدين وكان عاجزا عن التسديد، ففي هذه الأثناء زار المنطقة داعيتنا وجه الأنظار إلى تبرع الوقف الجديد، وقال أن السنة الماضية لهذا الصندوق مشكة على الانتهاء. لذا فعلى الإخوة الذين لم يدفعوا تبرعاتهم إلى الآن أن يدفعوا بأسرع ما يمكن. يقول رئيس الجماعة لم أكن أملك ما يكفي من النقود، فقلقت كثيرا لأنه كان علي دفع تبرع الوقف الجديد أيضا إلى جانب تسديد الدين. عندئذ كان في جيبي 500 فرنك، فتبرعت بها في الوقف الجديد وذهبت إلى البيت واستمررت في الدعاء وأفكر في كيفية تسديد الدين. وفي اليوم التالي وجدت عملا وكان لبضعة أيام فقط، ولكن الأجرة التي حددت لي لهذا العمل كانت أكثر من مبلغ الدين، فقبلت العمل وانتهى بعد بضعة أيام، فاستطعت تسديد الدين وتدبير الحاجات المنزلية أيضا. والآن أنا متأكد أن كل ذلك كان نتيجة بركة التبرع. أقول إن هؤلاء الناس لا يحسبون هذه الأحداث وليدة الصدف، بل يدركون أن الله تعالى يدير أمورهم بنفسه. يقول داعية الجماعة في منطقة سكاسو في مالي، قال لي أحد المبايعين الجدد وهو السيد أبو بكر: لقد شعرت ببركة غريبة في التبرعات بعد انضمامي إلى الجماعة الأحمدية. كان ابني يمرض بشدة في موسم الأمطار كل عام، وكنت أنفق على علاجه مبلغا كبيرا، وذلك إلى جانب القلق الشديد، وأخذ العطل من العمل. ولكن عندما بدأت في دفع التبرعات لم يمرض ابني بفضل الله تعالى، وليس عندي أدنى شك في أن السبب في ذلك راجع إلى الإنفاق في سبيل الله فقط. يقول داعيتنا في منطقة سان بيدرو في ساحل العاج، لقد دخل الأحمدية بضعة أشخاص في قرية كايليفا، وزرنا هذا الفرع من الجماعة في نوفمبر عام 2018 وبتنا الليلة هناك، وظللنا نبلغ دعوة إلى وقت متأخر من الليل، واشترك في البرنامج عدد لا بأس به من غير الأحمديين أيضا. وبعد نهاية المجلس صلينا الفجر في بيت أحد الإخوة واشترك فيها الأحمديون. بعد الصلاة وإلقاء الدرس أخبرنا الإخوة الأحمديين أن الشهر القادم هو الشهر الأخير لجمع تبرعات الوقف الجديد، لذا يجب على الإخوة أن يسعوا جاهدين للاشتراك في هذا المشروع. يقول الراوي أن الناس انصرفوا بعد الصلاة، ففكرت أن الناس هناك فقراء، لذلك لو دفعوا 5000 فرنك سيفا إن لم تكن أكثر لكانت كافية نظرا إلى ظروفهم. ولكن عندما كنت موشكا على العودة استغربت كثيرا، إذ جاءني أحد الإخوة وقال: نعتذر لأن المزروعات لم يحل وقت حصادها بعد، ونهاني من ظروف صعبة، لذا نقدم 17000 فرنك سيفا فقط. وأضاف وقال: ادع لنا أن يبارك الله تعالى في مزروعاتنا حتى نتمكن من التبرع بمبلغ أكبر. يقول سيد إقبال محاسب الجماعة في الهند: لقد ذكرت مشروع الوقف الجديد أمام أفراد الجماعة في كاموريدي، ودفع أحد الشباب تبرعه بالكامل في الحال، وفي اليوم نفسه علم أنه سيتلقى مبلغا كبيرا كان ينتظره منذ أكثر من 8 سنين، بل كانت قد مضت مدة طويلة
حتى فقد الأمل في الحصول عليه، ولكن بعد دفع التبرع لم يتلقى هذا المبلغ الكبير فقط، بل ثبتت وظيفته التي كانت مؤقتة من قبل. فسر الشاب بذلك أيما سرور، وقال إن هذه المعجزة حدثت نتيجة الإنفاق في سبيل الله فقط. وأضاف وقال: من الآن فصاعدا سأدفع كل عام في تبرع الوقف الجديد ما يعادل دخلي لأسبوعين. يقول داعية الجماعة في رومانيا، وهي إحدى البلاد الأوروبية الشرقية، السيد فهيم أحمدي محلي ويعمل خياطا وهو ملتزم جدا بدفع التبرعات ويدفعها بكل بشاشة وإخلاص، ولا نحتاج إلى تذكيره قط، بل يدفعها في وقت مناسب دائما وبأسلوب جميل، بحيث يضع المبلغ في ظرف ويكتب عليه عبارة التضحية المالية. وقد كتب إلي في إحدى رسائله، وقد أشار داعيتنا إلى الرسالة نفسها، حيث قال صاحبها: إنني منذ بدأت في دفع التبرعات لوجه الله تعالى لاحظت أن عدد زبائني يزداد كثيرا، وأرى فضل الله تعالى الملحوظ في الدخل. فمن ناحية أنفق في سبيل الله من جيبي، ومن ناحية ثانية يعيد الله تعالى إلى جيبي أكثر مما أنفقه أضعاف مضاعفة، لأن عدد زبائني يزداد بعد أداء التبرع. أقول: لقد جاء الله بهؤلاء الناس إلى الأحمدية ويمن عليهم بأفضاله ويقوي إيمانهم، مع أنهم يعيشون في بلاد أوروبا ويقضون حياتهم في عالم مادي. يقول الأستاذ سليم المحترم، وهو محاسب: إن أحد أبناء الجماعة في جيبور كان أستاذا في مدرسة خاصة، وحين نصحته في السنة الماضية بأن تبرعاته في صندوق الوقف الجديد يجب أن تكون 5000 روبية نظرا إلى دخله، فقال: إنني أستاذ في مدرسة خاصة عادية، من أين سآتي بهذا المبلغ الكبير؟ باختصار قلت له: إن الله سيوفقك. وحين ذهبت إليه هذه السنة رأيته جالسا على كرسي العميد في المدرسة نفسها، وعند استفساري قال: بفضل التبرع قد بارك الله في مالي كثيرا حتى اشتريت هذه المدرسة. فنصحته أن يرفع قيمة وعده بناء على ذلك هذا العام أكثر، لكي يوفقه الله لشراء مدارس أخرى أيضا. قال إن شراء مدرسة أخرى قيد الدراسة. والآن تلقيت من المالك اتصالا طلب فيه مني أن أستلم منه المفاتيح. ثم يقول المحاسب المحترم: إن ذلك المدرس الآن يملك 4 مدارس، في السابق كان سقف بيته من قصدير وكان البيت صغيرا وبسيطا، والآن قد تمكن من بناء بيت ذي 3 طوابق، قد خصص أحدها لصلاة الجمعة. فهذا الفضل من الله بسبب إنفاقه في سبيله، مما أدى إلى ازدياد إيمانه أيضا. يقول أمير الجماعة في ليبيريا: إن فريقا من جماعتنا ذهب إلى سوكر تاون لنشر الدعوة، وهذه القرية ليست بعيدة جدا من المدينة، ومع ذلك محرومة من مرافق العصر الراهن، حيث لا يوصل إلى هناك أي طريق معبد، والذاهب إلى هناك لا يجد بدا من عبور 3 جسور مؤقتة جعلت من أخشاب وحبال. بعد الصلاة بدأ البرنامج، وبلغناهم رسالة المسيح الموعود عليه السلام، وشرحنا لهم أهداف الجماعة الإسلامية الأحمدية. فنهض مسن جليل من السكان واسمه عثمان كمارة، وسرد رؤيه قائلا: إني رأيت قبل بضعة أيام أن السماء سقطت والفزع منتشر في كل مكان، ثم رأيت سيارة وقفت على شارع يجلس فيها رجال بيض ينادوننا: تعالوا إلينا نهب لكم السلام. وانتهت الرؤية. فكرت كثيرا: ما هذه الرؤية وما معناها؟ الآن بوصولكم عرفت تأويل هذه الرؤية. لقد تقدمت في السن كثيرا، واليوم أول مرة أرى أناسا بيضا من غير الأفارقة ينشرون الإسلام.
فقرر الجميع الانضمام إلى الجماعة وبايعوا، وكان يصادف آخر يوم من السنة المالية للوقف الجديد. ولما قيل لهم بعد البيعة أن يهتموا بدفع التبرعات دفعوها، وهم الآن يزدادون إيمانا وإخلاصا. تقول رئيسة لجنة ما إلا في كندا: خلال زيارتي لفرع اللجنة أخبرتني سيدة أن ابنتها البالغة من العمر 12 سنة نالت جائزة 80 دولارا من المدرسة، وكانت تريد أن تشتري بهذا المبلغ شيئا بحسب رغبتها، لكنها تبرعت بالمبلغ كله للوقف الجديد استجابة لحث سكرتيرة الوقف الجديد. فأكرمها الله بحيث كانت في اليوم التالي مسابقة عبد السلام في العلوم، فنالت الابنة المركز الأول واستحقت جائزة 300 دولار، وبذلك زاد الله تعالى إيمان تلك الابنة وقواه. في هذه الأيام ظهرت لعبة جديدة فورتنايت، وبعض الأولاد يضيعون مبالغهم بها، فعلى الوالدين ومسؤولي خدام الأحمدية وأطفال الأحمدية أيضا أن يمنعوا الأطفال من ذلك، لأن هذه اللعبة في مرحلة تالية تقتضي شراء بطاقة. ومؤخرا نشر بحث يفيد أن هناك فرقا يتصلون بالأولاد ويغونهم ويحصلون منهم تفاصيل حساب الآباء في البنك مقابل تأمين بطاقات هذه اللعبة لهم، وبعد فترة يعرف الآباء أنه لم يبقى في حسابهم أي رصيد. وبسبب هذه اللعبة التي يدمن عليها الأولاد كالمخدرات لا تضيع أوقاتهم وتنشأ لديهم أفكار سيئة فحسب، بل قد حصلت لبعض الآباء خسائر أيضا. لذا يجب اجتنابها، ويجب خلق الإحساس في الأولاد أن ينفقوا في سبيل الله كما أمر تعالى، ولا سيما في الوقف الجديد. يقول المحاسب في ولاية كرناتك الهندية: لقد أقيمت دورة تدريبية للمسؤولين، وشاركت فيها برفقة نائب ناظم المال في الوقف الجديد. قال نائب الناظم في بيت الداعية المحلي أن في ولاية كيريلا نزلت هذا العام أمطار غزيرة أدت إلى خسائر فادحة، وبسبب ذلك نواجه مشكلة في جمع تبرعات الوقف الجديد. عند الخروج من بيت الداعية قدم نائب الناظم لكل من أولاد الداعية 100 روبية هدية، وبعد فترة حين ذهبت إليهم مرة أخرى كان أولاد الداعية يقدمون المبلغ الذي تلقوه هدية في الوقف الجديد، وقالوا بما أن الأوضاع في كيريلا سيئة بسبب الأمطار لذا نرجو أن تتقبل منا هذا المبلغ تبرعا، فكانوا رغم صغر سنهم يعرفون أهمية التبرعات. تقول سيدة من بريطانيا: إني سعيت بقبول الأحمدية في 2010 وطردت من البيت بعد البيعة، لم أكن أعمل يوم ذاك وكنت أخجل من أني لا أستطيع دفع التبرعات، مع أن دفع التبرعات ليس واجبا على المبايعين الجدد في السنة الأولى بعد البيعة، ومع ذلك كنت أقلق. فتعهدت بأني عندما أجد عملا فسوف أدفع التبرعات بحساب أول يوم بعد البيع. وبعد بضعة أشهر وجدت العمل وبدأت أدفع التبرعات، وببركة التبرعات زاد راتبي 3 مرات في سنة واحدة، والوالدان أيضا تواصل معي وتحسنت العلاقات معهما، وتزوجت أيضا، وبفضل الله كل شيء متوفر لي. يقول داعية من منطقة كيب ماونت في ليبيريا:
في فرع الجماعة في نغبينا حثثت أبناء الجماعة على دفع التبرعات في الوقف الجديد، فقالت لي سيدة مخلصة اسمها موسو كومارا حين لفت انتباه أبناء الجماعة إلى دفع تبرعات الوقف الجديد بعد بيان بركات التضحية بالمال دفع التبرعات، أما أنا فلم أكن أملك المال فلم أستطع أن ألبي الطلب. ليلة البارحة رأيت في الرؤيا أنكم أتيتم مرة أخرى ودفعت مئة دولار ليبيري. صباحا كنت أستغرب كيف دفعت تبرع وأنا لا أملك المال، ثم نزل علي فضل الله قبل قليل إذ جاء شخص سلم إلي 500 دولار ليبيري قائلا إن ابنك أرسلها إليك، لذا أتيت إليك لأدفع 100 دولار في التبرع تحقيقا لرؤياي. هناك أحداث كثيرة تفيد أن النساء أنشط من الرجال في التبرعات، بل عادة يصلحن الرجال ويلفتن انتباههم إلى التبرعات، فهن يدركن الأهمية أكثر من الرجال. يقول السيد أبو بكر المحترم من غيني كوناكري وهو رئيس أحد فروع الجماعة ويعمل مزارحا، كان الدعاة ينصحونني عادة بدفع التبرعات بعد البيعة، وكنت أدفع مبلغا قليلا، وكانت زوجتي ملتزمة وتدفع التبرعات باهتمام وتلفت انتباهي أيضا إلى التبرعات، وكنت أقول لها عندما سيتوفر عندي نقود كثيرة فسوف أدفع التبرعات، فكانت تقول سيكثر مالك إذا أديت حق الله كاملا، وبذلك بدأت زوجتي تسوقني قصرا إلى دفع التبرعات. وحين بدأت دفع التبرعات بحسب النسبة المحددة كاملة رأيت أفضل الله تنزل علي بغزارة كالمطر، فلم تكن تثمر زروع حامل الشهادات في الزراعة مثلما أثمر زرعي أنا العبد المتواضع بفضل الله. والآن أنقل الحصاد من الحقول إلى البيت بعد تسليم التبرعات المترتبة علي كاملة للداعية واستلام الوصول منه. يقول الداعية في إحدى مناطق ساحل العاج إن شخصا اسمه زابلو بايع بعد رؤيا رآها، وبعد البيعة يستمع لخطب الجمعة بانتظام وينشر الدعوة بحماس، حيث يشتري الكتب من جيبه الخاص ويوزعها على الإخوة من غير الأحمديين. كان سيد زابلو يعمل في فندق على منصب جيد، والآن ليس عنده عمل وزوجته تتولى مصروف البيت. قبل بضعة أيام اتصل بي السيد زابلو وقال أرسل 30,000 فرنك سيفا في صندوق الوقف الجديد. فلما كنت أعرف أوضاعه قلت له يمكن أن تدفع أقل، فهذا المبلغ كبير نظرا إلى أوضاعك. وبعد أيام أقدت هناك الجلسة السنوية، فقال لقد قلت لزوجتي يمكن أن ندفع 20,000 فرنك، لكنها صرت على أن ندفع 30,000 فرنك سيفا حتما. فالحمد لله على أنه شارك في الجلسة أيضا. فمن هذا الحدث أيضا يفهم أن النساء يدفعن الرجال إلى التضحية أكثر في أماكن كثيرة. يقول رئيس أحد فروع الجماعة في أستراليا إن أحمديا مخلصا كان قد دفع تبرعاته في الوقف الجديد، وحين صدر حث أعضاء الهيئة الإدارية في 20 ديسمبر على أن يدفعوا أكثر وتم الاتصال به أيضا بهذا الخصوص دفع مبلغا كبيرا. وفي مساء اليوم التالي تلقيت منه مكالمة هاتفية قال فيها بلهجة عاطفية جدا إنما دفعته في الوقف الجديد قد عاده الله إلي في يوم واحد فقط، فإنني أدير مطعما منذ 3 سنوات، وفي السنوات 3 الماضية لم يأتني في يوم واحد زبائن كثر مثل ما جاءوا هذه المرة بعد دفع التبرعات. ثم هناك حادثة من إندونيسيا، هذه الحادثة تثبت المرأة على الإيمان ومحيرة. أحد الإخوة هناك بايع في 2016 وواجه من قبل أهله وجيرانه محاربة شديدة، حتى إن عديدا من أهله ضربوه ذات يوم ضربا مبرحا ليكرهوا على ترك جماعتنا. حضروا عليه لقاء الداعية فأصبح يلقاه سرا، فقال له الداعية لابد لكم الآن من مواجهة المعارضة بعد الانضمام إلى جماعتنا، فقال سوف أقدم هذه التضحية مهما اشتدت هذه المعارضة ضدي.
كما أخبره الداعية بأهمية التضحية المالية والتبرعات، وبدأ المبايع يدفع التبرعات بعد بيعته بشهر فقط. لم يكن عنده وظيفة ثابتة، فكان مع ذلك يعمل بعض الأعمال الصغيرة ويفصل جزءا من أجرته على الفور كتبرع، ثم يأتي إلى مركز الجماعة سرا. وكان قبل حضوره إلى المركز يذهب إلى القرية مرارا لكي لا يراه الناس ذاهبا إلى المركز. ففي هذا الوضع أيضا ظل على تواصل مع المركز بانتظام ليدفع تبرعاته. وهناك واقعة أخرى تبين لنا كيف أن الله تعالى يلقي أحيانا في قلوب من ليسوا أحمديين أن يساعدونا. وهناك واقعة أخرى تبين لنا كيف أن الله تعالى يلقي أحيانا في قلوب من ليسوا أحمديين أن يساعدونا. كتب داعية لنا من جماعة مالي أن تسجيل خطبة الخليفة عن صندوق الوقف الجديد كان يذاع على إذاعتنا، فاتصل بنا رئيس قرية تبعد عن المدينة 45 كيلومترا ودعانا إلى تبليغ الدعوة في قريته. ولما وصلنا إلى القرية للدعوة قال لنا الرئيس وهو عاطفي، عندما كان الخليفة يقرأ قصصا مثيرة للإيمان لإخوة من مختلف البلدان بشأن تبرع الوقف الجديد كان له تأثير مدهش علينا نحن أهل القرية. كما قلت كانوا يستمعون لخطبتي عبر الإذاعة، ويقول وتأسفنا جدا على أنها لم نساهم في الصندوق المقدس، ولذلك اتصلنا بكم بالهاتف ودعوناكم. يقول الداعية فقدنا برنامج التبليغ في قريتهم، وبفضل الله تعالى انضم إلى جماعتنا في ذلك اليوم 85 شخصا، وقدم أهل القرية كيسا كبيرا مليئا بالذرة وألف فرانك تبرعا في صندوق الوقف الجديد المبارك. فلله عجائبه، حيث إنه تعالى لا يبلغ دعوة المسيح الموعود عليه السلام فحسب، بل يهيئ أنصارا له أيضا. وكتب داعية لنا من بنين، في جماعة لنا في لوكوسا دعونا الإخوة إلى التبرع في الوقف الجديد، وكانت ستعقد جلسة الجماعة في تلك المنطقة أيضا، ودعونا الإخوة لحضورها. فجاءني رئيس الجماعة هناك وقال لقد وفرت بعض المال لحضور الجلسة وعلى تسديد التبرع أيضا، فماذا ترى أن أفعل؟ فقلت له عليك أن تحضر الجلسة وسوف يتفضل الله عليك وستدفع التبرع فيما بعد. وبعد أيام لقيني هذا الأخ في الجلسة فقدم إلي مبلغا وقال خذ هذا تبرعا مني. فقلت لسكرتير المال أن يعطيه الإيصال، ثم أخبرني سكرتير المال أن هذا الأخ قد تبرع بنفس المبلغ الذي كان ادخره لحضور الجلسة، وأتى إلى الجلسة مع أهله وأولاده مشيا على الأقدام من مسافة 15 كيلومترا. فهؤلاء هم القوم الذين قد أعطاهم الله للمسيح الموعود عليه السلام، الذين يسمعون ما قال الله ورسوله وما قال المسيح الموعود عليه السلام، ثم يعملون على تزكية أنفسهم أيضا، ويظلون مستعدين لكل تضحية. والحق أن هؤلاء هم الذين يؤدون حق البيعة في الحقيقة. ولو منح الله البصيرة لهؤلاء العمي الذي عميت قلوبهم لرأوا أن هذا الإخلاص والوفاء والتضحيات لهي أوضح دليل على تأييد الله لحضرة المسيح الموعود عليه السلام. ولولا الحجب على بصائرهم لأدركوا أن هذا دليل وحده يكفي للدلالة على أن المسيح الموعود عليه السلام مبعوث من عند الله فعلا. لقد جاء المسيح الموعود عليه السلام لتقديم ونشر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في العالم، ولو أن المسلمين الآخرين عقلوا وليتهم يعودوا إلى صوابهم وأدركوا الحقيقة لصار الإسلام غالبا في العالم كله عاجلا بفضل الله تعالى، ولرأينا عكس ما نراه مما يتعرض له الإسلام والمسلمون
من شماتة الأعداء والتشويه إن شاء الله، غير أنه من واجبنا أن نصلح أنفسنا وننيب إلى الله تعالى ونركز على التبليغ والدعوة أكثر، ونهتم بالتضحيات المالية ونكشف للعالم حقيقة الإسلام. والآن سأذكر لكم بعض الإحصائيات والأرقام أيضا. بفضل الله تعالى قد انتهت السنة المالية 31 لصندوق الوقف الجديد في 21 من ديسمبر عام 2018، وقد وفق الله أبناء الجماعة في هذه السنة لتقديم التضحية المالية التي قدرها 9,134,000 جنيه استرليني، أي بزيادة 271,000 جنيه مقارنة بالسنة الماضية. جماعتنا في باكستان قد حافظت على مركزها الأول، والبلاد العشر التي تلي باكستان هي بريطانيا، وكانت ألمانيا احتلت المركز الأول في صندوق التحريك الجديد. وكان أمير جماعتنا في بريطانيا قد قال سوف نحتل المركز الأول في صندوق الوقف الجديد إن شاء الله، وقد احتلوا بفارق كبير. بارك الله في أموال ونفوس الجماعة ووفقهم للسبق في المستقبل أيضا. وتحتل ألمانيا المركز الثاني، وتليها الولايات المتحدة ثم كندا. وهنا أنبه جماعة الولايات المتحدة أن الفرق بينهم وبين جماعة كندا ضئيل جدا، وإنهم إن لم يبذلوا جهدا كبيرا فقد يتأخرون عن المركز الثالث. وتحتل كندا المركز الرابع، ثم الهند، ثم أستراليا، ثم إندونيسيا، ثم جماعة من الشرق الأوسط، ثم غانا، ثم جماعة من الشرق الأوسط أيضا. ومن حيث الدفع الفردي تحتل جماعتنا في أمريكا المركز الأول، وتليها سويسرا ثم أستراليا. أما في أفريقيا فتحتل غانا المركز الأول من حيث الدفع الجماعي، ثم موريس، ثم نيجيريا، ثم تنزانيا، ثم بوركينا فاسو، ثم بنين. بفضل الله تعالى قد سهم في صندوق الوقف الجديد في هذا العام 1,732,000 شخص، وهكذا كانت زيادة عدد المتبرعين في هذا العام مقارنة بالعام المنصرم هي 123,000 شخص. والجماعات البارزة في بذل الجهد لزيادة عدد المتبرعين هي النيجر وسيراليون ونيجيريا والكاميرون وبنين وغامبيا وكونغو كنشاسا وتنزانيا وليبيريا والسنغال. وليكن معلوما أن تبرعات البالغين في صندوق الوقف الجديد تكون منفصلة عن تبرعات الأطفال، لا سيما في باكستان وكندا. وفي تبرعات البالغين كان ترتيب الجماعات في باكستان كالآتي: الأولى لاهور، ثم روا، ثم كراشي. وعلى صعيد المحافظات كان الترتيب كالآتي: سيالكوت، إسلامباد، فيصلباد، راولبندي، سرجودا، غجرانوالا، ملتان، حيدرباد، ميربور خاص، ودير غازي خان. أما في تبرعات الأطفال فالجماعات البارزة الثلاث هي لاهور، ثم كراشي، ثم ربوة. وعلى صعيد المحافظات كان الترتيب كالآتي: إسلامباد، سيالكوت، راولبندي، سرجودا، غجرانوالا، حيدر أباد، دير غازي خان، شيخوبورا، عمركوت، وننكان صاحب. ترتيب فروع الجماعة في بريطانيا من حيث جمع تبرع هو كما يلي: الأولى هي جماعة وستر بارك، والثانية مسجد فضل، ثم برمنغهام ساوث، ثم جيلينغهام، ثم برمنغهام ويست، ثم إسلامباد، ثم هيز، ثم بريدفورد نورث، ثم نيو مولدن، ثم غلاسكو. أما ترتيب المناطق في بريطانيا فهو: لندن بي تحتل المرتبة الأولى، ثم لندن إيه، ثم ميدلاندز، ثم نورث ويست، نورث إيست في المرتبة الرابعة، والخامسة ميدلسكس. وهناك تقرير عن مكتب الأطفال لجماعة بريطانيا أيضا، وفيه تحتل بريدفورد ساوث المرتبة الأولى،
ثم صربة ثم غلاسكو ثم روهامبتون ثم إسلام أباد ثم روهامبتون ويل ثم ميشن بارك ثم بيرسي مولدن ميز ثم موسك ويست. أما ترتيب المناطق الخمس المحلية الأول في ألمانيا فهو كما يلي: الجماعة الأولى هي جماعة هامبورغ ثم فرانكفورت ثم ويزبادن ثم مورفدن ثم هولدورف ثم دوتسنباخ. وترتيب فروع الجماعة العشرة الأولى في أمريكا هو كالتالي: سيليكون فالي، سياتل، ثم ديترويت، سيلفر سبرينغز، فرجينيا الوسطى، بوسطن، دالاس، لوريل، جورجيا، كاليفورنيا، جورجيا، كارولينا، يورك. والولايات الأولى في كندا من حيث جمع التبرعات هي الأولى وان، ثم كالغري، ثم بيس فيليج، ثم بريمتون، ثم فانكوفر. وترتيب الجماعات العشر الكبيرة الأول هو كما يلي: درهم، ثم وينسر، بريدفورد، إدمتون ويست، ثم ساسكاتون نورث، ثم ساسكاتون ساوث، ثم مونتريال ويست. فروع الجماعة الخمسة الأولى في كندا من حيث مكتب الأطفال هي: جماعة درهم تحتل المرتبة الأولى، ثم ميلتون ويست، ثم برادفورد، ثم هاملتون، ثم ساوث، ثم ساسكاتون. ترتيب المحافظات في الهند من حيث مجموع التبرعات الإجمالي هو: محافظة كيرالا، وتليها جامون وكشمير، ثم كارناتكا، ثم تنغالا وتامل نادو، ثم أوريسا، ثم ويست بنغال، ثم بونجاب، ثم دلهي، ثم أتر برديش. أما ترتيب فروع الجماعة من حيث جمع التبرع هو: في المرتبة الأولى جماعتان، حيدراباد وكالكت، والثانية قاديان، ثم بات بريام، ثم كالكت. أظن أن جماعة حيدراباد هي الأولى وكتبوا خطأ كالكت في المرتبة الأولى. الرابعة هي كالكت، ثم كالكوتا، ثم بنغالور، ثم شناي، ثم كارولاي، ثم ريشي نغر، ثم دلهي. وترتيب فروع الجماعة العشر الأول من حيث جمع تبرعات في أستراليا هو كالتالي: كاسل هيل، ملبورن، لانكوارن، بيزث، ملبورن، بروك، مارسدن بارك، بريسبن، إليد، أدليد ساوث، بريسبن لوغان، كامبرا، وبليمتون. وترتيب فروع الجماعة في مكتب الأطفال هو: بيزث، إليد ساوث، بريسبن لوغان، ملبورن لونغوارن، ملبورن بيرويك، بريسبن ساوث، مارسدن بارك، ماونت درويت، كاسل هيل، ملبورن إيست. هذه الأسماء مكتوبة باللغة الأردية، فيمكن أن يكون قد حدث خطأ في اللفظ، ولكن لعل فروع الجماعة المحلية تكون قد اطلعت على ترتيبها. ندعو الله تعالى أن يبارك في أموال جميع المتبرعين ونفوسهم، ويوفقهم للتضحيات العظيمة في المستقبل أيضا. آمين. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.